بالفاجعه هذه ما يعني تاسفنا بزاف. هو الطفل راه عاقل ومليح وناس مليح، ولكن مازلنا نتبعوا في التحقيق هذا اللي يجي من بلجيكا. هو مليح الطفل وما عنده حتى سوابق عدليه ولا حوايج ينتمي للمنظمات هذه تاع اللي يهضروا عليها، هذه ما كانش منها خلاص في 2008. ومن ثم هو يعمل ديبوزا كواغت ثم باش يعطيوها كواغت في السنترال تاعهم، ثم وقعد يستنى باش كش ما يعدلوا له الكواغت نتاعو. ومن هذاك الوقت هو يستنى، ما كان حتى شيء، نستناو باش نجيبوا ولدنا، احنا لازم نجيبوه ندفنوه هنا. ثم خاطئه الامور هذه، كان يخدم الدار حتى الخلطه ما عندوش ياسر، هذه هي اش راح نقول لك. وإحنا نعرفوه، السلوك تاعو طيبة، الناس كل تحكي عليه، الناس كل تشتي في برحال هنا. سقسي أي واحد في برحال يعرف خالد بلي إنسان كان زهواني، يضحك، يقصر.